كاميرا طبعا ما ينفعش. كيستيون Thank you.
السلام عليكم. معكم عصام بالله اورجانيزاتور دو بودكامب لاتس لايف كابوت انيمي. بودكامب سون بودكامب هو ايفنت يلم جماعه الجيك اليوتيوبر اللي يحبوا الانيم الجيمر وكل شيء كل شيء اللي هي بالجيك البودكاست البودكاستر المهم لا علي نبدأ لمو شتبدأ معانا جماعة جات شي قدموا بريزنتاسيون عجيب معك كل شيء جات هي une association à but non lucratif يعني احنا ناخذوا الفلوس اما ما نخصوش بهم نستثمروا في ايفنتس اخرين قادمين ونعتمدوا على سبونسرينغ اكثر وبفلوسنا احنا ساعات نستثمروا احنا بفلوسنا احنا زاد دكوغ هي une association créée par des fans pour des fans يعني معظمنا معظمنا اذا كان مش شويه كهو جايين على خاطر اصحاب ولا خاطر يحبوا يخدموا في حكايه اما معظمنا جايين هوني على خاطرنا نحبوا الانمي كولتشر جابانيز كولتشر فذاك علاش احنا نحبوا ونحبوا نوسعوا هذه في تونس ودجا كيف ما تشوفوا الكوميونتي قاعده تكبر شويه بشويه ودجا تتسمى كبيره هيك بون احنا اكتف من 2010 اما افشلي ولينا اسوسياسيون معترف بها في 2013 بعد شويه تمزين نفسكم كيفاش صارت الحكايه دي. ما كما قلت لكم احنا we cover different aspects of the Japanese culture يعني ما نركزوش كان على الكولتشرال ولا على الجيمينج ولا البوب كولتشر اكهو نركزوا على الاسبكتس الكل نتاعها والراس مال نتاعنا هما الهيومن ريسورسز كما قلت لكم احنا اسوسياسيون بار دي فان يعني راس مالنا هما العباد ما غير العباد ما فماش جيت سو اذا كان ما فماش يعني الباشن نتاعنا والخدمه نتاعنا جات ما عادش موجوده دكا.
في ست سنين نجمنا نجمع برشة عبيد passionate about anime سوختو passionate about anime وكوميونتي كانت ما قلت لكم كبر في ست سنين الباقي كيفاش بديت الجيت والحكاية ذي كلها ما بديت قبل FCT يعني هو first cosplay in Tunisia قبل FCT عملت ناردين زوبي كوني عارفة ديجا ما برشة عبيد يعرفوها عملت تيست صغير في المنزع 6 في الخاصة متاحة في الخاصة متاع المنزع 6 كما تشوفوا هوني وغادي إذا كان أول تيست on Facebook بتشوف اسكو فما عبيد كيفنا يعني كيف هي تحب كوسبلاي مغرومة بالأنيمي افكتيفمون قد برشا عبيد مغرومين كما تشوفوا وهذا بشوي بشوي مع الطاهر بن عاشور وزيد الشادي اجتمعوا هما ثلاثة وعملوا فيرست كوسبلاي ان تونيجيا في منزع 6 كما تشوفوا ذا ايفينمون اللي بدات نجم نقولوا سبارك نتاع الكوميونتي اني الكوميونتي في تونس بعدها نمشيو 2011 مش معبي برشا باللي زيزينما على خاطر ريفولوشن وقتها كانت بيان سور مونغادو كونسيبت نتاعو سامبل على الاخر احنا نجمعوا المانجا كاي في تونس باش نوريو انه تونس حتى تونس عندها artists وموجودين مش كان في اليابان عنا يعني artists حتى في تونس we have great artists illustrators نجموا يخرجوا الفن ده و bien évidemment معروفو ساتانيكس زيدا معروفو ديجا كيفوي 2012 صاروا برشا حاجات كيفما دوغنا أخكار كانت أول فيديو جيم إيفنت عملتها جيت جبنا فيها وقتها الجيمرز يعني كما تشوفوا كما قلت لكم ما نتلهوش جوست كان الكوسبلايرز ولا كيكا حتى الجيمرز عندهم دورهم على خاطر كما نعرفوا الجابانيز بيبول لاف فيديو جيمز وديجا ذي روك ات ات فوالا سو تورنو اركاد جبنا انيماسيون اللي هي كونسيبت نتاعها ميوزيكال شو جبنا ديجا تو روك باندز وان بيانو الروك باندز باش نعملوا يعني عملوا اندينجز اوبننجز نتاع فيمس سونجز ولو ستيم تاع بيانو يعني يلعبوا البيانو يلعبوا الأوستي زيادة في 2012 عرفنا the biggest recruitment wave اللي هي يعني ولينا من 10 عبيد ولينا أبوبخي 60 عبد يخدم في الجد هذا يوري كيفاش إنه ما نحبوش نقعدوا وقتها ما حبوش يقعدوا جوست هكيك يتفرجوا كهو حبوا يوليوا أصلا يعني عبيد تساعد في نشر الثقافة اليابانية في تونس زيادة we can consider this a historical day على خاطر وقتها البنزاي البراند متاع البنزاي خرجت في 2012 في مدار كارتاج في مدار كارتاج وجاو تقريبا 750 في النهار وكما قلت لكم this was a historical day خاطر من وقتها بدات البنزاي تتعرف كل شيء ريترو جيمينج هي جيبوا الريترو جيمز و ديجا نجم نقولوا زادا من وقتها الـ people found out انه الـ retro games are something to be passionate about على خاطر وزادا حسب ما نعرف يعني وليت من وقتها الماركت متاع retro games تطلع بشوية بشوية في بيني الكاسات ما عادش 3000 كيف ما قبل حد ما يعرفها شنو هي وليت ديجا 35 توا ولا كيكا يعني you can see how كيفاش الـ games وليوا عندهم أهمية في وجهك نجم زادا نقولوا انه من بنزاي برشا كوسبلاي شوبس كبروا مثلا تو ما عادش عندنا جوست وان شوب ولا وقت عندنا جوست تونيزيا اونيغيري باندا شوب حاصلوا برشا شوزاي برشا كوسبلاي شوبس هذا يوري انه كيفاش الكوسبلايرز في تونس قاعدين مغرومين يعني they are searching for shops وكل شيء خاطر قبل يعرف كيف العباد تعرف الكوسبلايرز كيفاش انه مش تلقى ويجز والا لانسز في تونس it's impossible it's really impossible بعدك علاش نشوف او نجمو نقولو انه بنزاي عاون باش هذوما الشوبس يكبروا اوكي سو في 2013 هوني كيما قلت لكم ولينا officially association تتبع في يعني تنشر في الثقافة اليابانية سو عملنا مونغادو الثاني مونغادو الني اما حاجة جديدة زدناها هذه المرة اللي عملنا مع بارتيسيباسيون تاع إديسيون ميدالي عملنا مسابقة المسابقة هذه شنو اللي يجيب ذا بيست مانجا ذا بيست مانجا يربح يعني مع الإديسيون وينشروا المانجا هذا ديجا ربح مع رشيد مخلوف وليس مناعي بالمانجا نتاعهم يوتوبيا فوالا
So and déjà quand il était à Benzaï 2013, Zeda, I'm in 2013, I'm in Benzaï 2013, and Amina Yacoubi are one of the most known cosplayers in Tunis. Well, I'm going to tell you what happened in the first time. The same thing is that we're going to have 5 Benzaï, كيف ما تشوفوا احنا تنقلنا من 1500 عبد يحضرنا في النهار ولينا حتى شي 4000 5700 هذاك يوري ان العباد ار انترستد ار جيتينغ مور انترستد ان في الكولتشر وما توقفش الحكايه عند جوست العباد الصغار يعني الشباب نقولوا احنا زاد تركز على العباد الكل برشا عباد كانوا ما يعرفوش فما جابانيز كولتشر ما يعرفوش بالكدا جات عاونت باش توضح لهم الفكره نتاع جابان وشنو هي والكوسبلاي سورتو خاطر نعرفوا انه برشا عباد ار فيري انترستد في الكوسبلاي وفوالا بون باش نوصلوا لاخر بوان اللي هي الاوتكمز نتاعنا وين وصلنا سو غير ذا فاكت اللي احنا ولا معترف بينا بالانبسي نتاع جابان غير هذاك واللي احنا ولينا نتعاونوا مع associations, other associations, universities, and so on. We have to bring international guests. As you can see, we have a Sofira Lourdes-Judy. After we have Lightning, Alice, and Alex Tebeka from Voxwave. We have NG Knife, Femi and Nari Cosplay, Sergine 44. We have to bring a bunch of international بالنسبة لي the most beneficial and أحسن outcome بالنسبة لي صار في بعد هو إنه العباد ولات تعتمد أكثر على روحها يعني they become more creative كيفاش هذا؟ الكوسبلاي في تونس مش سهل على الآخر مش سهل الجملة أتوقع أنا as a cosplayer I know the torture باش تنجم تلقى تبش اللي حاسس بيهم كل شيء مع جيت ومع بانزاي وليزيفينمون حتى ليزيفينمون اللي خرجت من first FCT وكل شيء العباد ولات تعتمد على روحها يعني شنو لازمهم يجيبوا حس الابتكار كبير عندهم كيف ما عادش لازمنا نلوجوا على حاجه دي ماتيريال باقل اسوام باش يعطي ريزلتا باهيه في نفس الوقت ريزلتا باهيه وخفيف وما يكلفش برشا وديجا في امريكا مثلا عندهم اسم مخصص وعندهم شوبس يبيعوا حكايه هكاك دونك في تونس لازمك انت تعمل your own research لازمك تلوج على اسمه والاسم تاعو ديجا يبدا مش كيف كيف في يبدا مش كيف كيف في امريكا كيف ما في تونس فالكوسبلاي يدخل بعضه ديجا كل شيء بون فوالا هذيك هي جات في 6 سنين كما قلت لكم عملت كوميونيتي قويه وديجا قاعده تكبر بشويه بشويه ومنها تفرعوا يعني ساعدت باش other associations, organizations who interest people يكثروا أكثر ويكبروا. Well, that was Jet. Merci. عايشكم. Okay. Bon, d'accord. Ça, je vais avoir une question à Jet. Questionnette. Ah oui. والله احنا شفنا انه فما برشا عباد بالحق انترسيه بالحكايه هذيا واللي هم يحبوا يوريوا الارت نتاعهم هذايا حطيناها في اور ان شاء الله بروجكت يعني ونخمو فيها قاعدين ان شاء الله. فماش كيستيونات اخرى؟ باهي اون فون دي جيت انتم كجمعيه عندكم الحق تتصلوا بالسفارات والواحد انتم ديزا عملتوا علاقه مع اليابان ومع السفاره اليابانيه باش تكون عندكم اسكو يعني في الفيوتشر تنجموا تجيبوا يعني ايفنت نتاع كوسبلاي نتاع انمي نتاع مانجا اديسيون مونديال تعملوا اديسيون في تونس يعني كيما قلنا كوميك كون مثلا هذه مازلنا احنا كما قلت لك خاطر احنا نعتمدوا اكثر على السبونسرينغ وكل شيء. اي هما يجيو بالسبونسر يعني كيما مثلا لينا نعاش انا في كوريان كلتشر كي يعمل مثلا توكي تجي تعمل الايفنت تجيب الايفنت في كوريا بالسبونسر سوني نوكيا
بجيب بالسبونسر هما يعمل ايفنت جست هما يكونوا يعني كوميتون دي زادمين في الايفنت فوالا بون نجاوبك على هذايا هي كيما قلت لك الحكايه متعلقه بالسبونسر سو اذا كان دبرنا احنا سبونسرز وهما عجبتهم الفكره ما مشوا they want to collaborate with us علاش ليه ما نعملوش ولا نفسي الناس كل كي جيتوا من بعيد شكون فيكم جاي من بعيد على الاخر على الاخر ابعد بلاصه اريان Je suis expert en politique de communication et je suis comme vous مغرب للي من اللي عمري بل عمري كنت سخيت على البيت حط يخدم الدرزة اللي حبس قاعد مع الساعة اللي مين ترى عمري تشوف عمري ثلاث سنين تشوف عمري تدي سلام جيبا غطي أسول معناها لا بالضبط حتى شو صوت الفاك جيبا غطي أسول إبيزود على أي ساعة اللي مين تعدى في تزو طنية ولا الثانية اوكا هذه معدلة الخمسة ترشية تقريبا بدون ترزق هك عملك صحيح الحياه كلها مربوطه بكثره الدسامين جو في العشية وبعد كبرنا شويه اشتغلت نفس الواحد اللي احنا كنا نتفرج في المانجا كيما فور اكزامبل اخر واحده ها لا ساسوكي كنان ساسكي ساسوكي تفضلك احنا ساسوكي عادي بعد 20 سنه بالنسبه لي ايه واه ستيل اوف كولتور انا الفوز الصباغ اللي مثلا كيما جونجر مثلا اللي هو ها اوسكار كلهم ادابتي غراس وليباني للعربيه حتى الاسامي دونك قعدنا احنا غادي دونك هذه الفيديو قاعده تمشي التالي هذه الفيديو تاع بودكاست تونس اللي عملناه كيف ودوك لو نوبل نابورت مش مهم مهم les gens qui sont engagés aiment l'anime, aiment la culture geek. Est-ce que vous êtes dans la ville? Des conférences, approche des conférences. Donc la ville, il y a 500, 600, 700 dans le spectacle. Là, je suis allé dans le monde. En fait, il y a un retour très important pour les événements vers une petite lamelle. لما صغيرة فيها برشا من شوية من الناس مرسيهم بعضنا نحكيهم بعضنا تنجح ساعات أكثر من يضمهم كبير لكن هذا مش موضوعنا اليوم موضوعنا اليوم هو تعرف فلاح بودكاستينج ولا فلاح بودكاستينج باش فلاح ايبود باش فلاح ايبود ماذا ما تحرش دابت فسر مكرر؟ ايبود الصغيرة اللي تحط بيه موزيك عرفتوا الايبود ولا؟ ايبود دونك البودكاستينج هي تو سامبلمون تعمل ان كونتوني اوف لاين وتحطه اون لاين سواء موزيكا سواء انترفيو اوديو سواء فيديو سواء حتى ان تكست الكولتور هذه نتاع البودكاستينج اللي تفهم كيفاش تعمل كل كي اللي هي نتاع الناس تتعدى من مجرد تلقاه اماتور اللي يحب العشره اللي يحب الكوره واللي يحب حاجه واللي يحب الانمي يتعدى يقول لي هو بروح يقول لي ينتج مش ينتج كيما يونا ولا ستريم ولا معناها هو اللي يقول ما عادش حد غادي يصحى صافا مغروم في الحكايه هذيك تبع فهمتك الصحة بعد يعمل 20 فيديو جيلي غالبون في 90% من الكا اللي شكون يعمل حاجه اخرى هذا هو بروح ينتج واللي هو يفسر العباد حاجه اخرى انا اتصرف كم برشا من الناس تعلمتوا الكلتور مانجا هنتاي الخبيث عباد اخرى على اليوتيوب كريم اسمع
شكون فيكم تبع في مثلا 5 سيري تو 5 ومالكو يمشي مع بعض بعضهم اي اي بين 5 5 هم حد 5 4 ممكن 4 5 4 4 3 4 3 كيف فرق يعني شتا بون راه يمشيو نخدم نستنى كل شباتها في الحلقه راه يعني جينا عادي 4 ايام من الجمعه دوكم مقدسين الحلقه هذيك باه شكون شكون مثلا اسكليا او سوبر تونيزيا قاعد يحكي مثلا على نقوش الغوزيمي يحكي على الحلقات الجايين السيري عندكم فيخ شو هو باش شو يجي ما حتى حدا تقول لك فماش فماش دي ريفيو على المكان ريفيو مش انا مش لا مش الحلقه اللي باش تجي يعني مش توقعات يعني مش تيوري مش كاينه فكره اي نعم هذيك تخيس بوردو باه بوغ باش تمر تاب بودكاستين شي يزمك تو انت قاعد تو صار لنا شنو اليوتيوب ما عرفت امر فيها اللي سمحني فهمت شنو يعمل كيف السيريات اي انا بصوا شوي بصوا شوي في بيتي ما كان باقي شو اسمه فينوكس هو مش اوفيسي يعني مش اوفيسي اللي هو الخدمه نتاعو يعني يعمل اما مش ديما فوالا دونك parmi les buts نتاع البودكاست هما باش يشغل عباد فسروا باش تنصي تنصي اليوتيوب باش تحل كونت اليوتيوب ما هلا حتى شيء مش في اليوتيوب هو باش تعمل كونتوني باش تعمل فيديوهات شكون فيكم التوا مثلا عنده في العقده ولا اللي يحب يلانسي حاجه وحل ماليه ماتريال علاش ماتريال اعطيني شو المشروع تاعك الحس اسمع هذا البارت يا مهاب يا مهاب فلم بيه شكون عنده بيه نبداو قصقوا المشاكل تاعنا شكون عنده مشكله نتاع عنده ماتريال عنده ماتريال ما يحبش حاشر مالك شكون حاشر هاوك مالك بيه هذي عقدة تاع حاشر شكون عنده عقدة تاع الماتريال بيه عقدة الماتريال انا نزيد سبا تنقص في تنزيد بعد شكون عنده العقدة تاع ما يعرفش تكنيك ولا ما يعرفش كاش يعرفش يصور ما يعرفش يعمل يوتيوب على الزوز شكون عنده العقدة تاع الحكاية هذي مش جملة يحبش عبد هو حكاية فعلا شكون عنده مش خاطر الوقت شوي وقت به شوفوا بشكل نتاعكم بالكعب بالكعب بالتواليت عسلامة 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 دوز بس انا كنتم بالتواليت بشكل اللي عندنا باش خليتكم ما تقلوش اليوتيوب عندنا بشكل نتاع حشمة بشكل نتاع وقت بشكل نتاع بيسوس بشكل نتاع كونتوني مشاكل تكنيك راه كل ما يعرفش باش يعمل الحكايه هذه باهي ظهر لي ناس كل كي تنجم تحلوا شنو اليوتيوب في حد شيء حاسد على الاخر شنو نعطيك اكزومبل تريز امبورتون مثلا ثم لا دي ما يغي بودكاستر تونس اسمه مادي لاملو كنت لا كومونسي باش نبدا تعرفوا كل الكلام ابي ابي ساك هذاك تاع ليبيا دير ابي الكلام ابي ساك تاع ليبيا اما قوه فيش ما حاجة قوية تسابورتوها في اليوتيوب القوة في الكونتوني تجيب حاجة كونتوني اللي العباد هذيك حاجة ثاني حاجة هي المداومة شو هي المداومة؟ تهبط الحلقة بتاعك نفس النهار نفس الوقت هي مشكلة طبعا مشكلة بتاع المداومة هي هاو شو أخذ نحكي عليها قول مثلا أنا مثلا قول أنا زوج هبص قول أنا نهبط الحلقة بتاعي كل خميس 26 العباد يقول لي يسناوك نداوم عليها تجيب كيما انا مثلا باغ اكزومبل توا في باغ اكزومبل في الانستغرام الانستغرام الكبار اش يعملوا؟ يهبط اون فوتو في نفس الوقت كل يوم هذه نداوم عليها صديق تعمل وقت معين ثروزيام مون يفو افوار ان ستيل معناها ان ستيل
الدخلة تاعك الدخلة تاعك والخرجة وقداش راك قاعد تحكي كل شيء لازم يكون هو بروحه الموضوع مختلف مش نفس الموضوع لا مش كوبي كولي لا الستيل خربة طب تقول لك مثلا تقول لك انا مثلا نورمال واسمه الاخر وسبريا قرابة لا بس با دي كوبي كولي خاطر هم بروحهم زوج يشبهوا مثلا يوتيوبر يوتيوبر شراب سيدنا من لكن اقرب للستيل مثال يا اخي مع اليوتيوبرات مسار وخريجين ولا نفس الكونفيني مبلغها شي انت فهمت ولا انت احكي انت تربط هذه هي ستيل رابع شهور رابع سي لابيل الاكسيون لابيل الاكسيون في تابل اخر اخر الفيديو تاعك كل عصر لايك يو بارتاجيو وعملوا اسكريبسيون في القناة اعملوا سبسكرايب في القناة ديما نسمع حاجة خامسة بتقول حاجة خامسة خيصة بورتونس اللي يلزمك تعمل الكونتينيوتي بلا كونتينيوتي بحكي لك هي القناة اللي تعمل تاعك في في شهور في شهور في 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 قصة بعض قصة بعض في تبع بعض مثلا اللي يجي حق الأولى يرى ثم حق ثم سيري ديجا انت حاجات ديزاستيوس عمال اليوتيوبر وسط الفيديو يحكي له حاجه شو يعمل يحط الياء وسط الفيديو حاجه قبل كل هذيك تخيص بورتو عقلك بلا دونك هذيك دونك رقم خمسه نبدا طبعا خدمه لسانك لسانك الغوسيت فيها خمسه حاجات تنجم تنجح فيها في شغل اليوتيوب عندك وسط وقت بس كل كلام في الوقت شكون عنده وقت بالزيت هنا شكون انا مثلا نخدم وبعد نلعب كل يوم نلعب ساعتين وفندر ونقرا كتب واللي عندي بالنسبه للموت خلص وقت جمع ما غير صدق هكا شويه فصحى ولا لازم تحكي لي كل كي فما حد راه فما حد راه معناتها مش كيف هذه امور ويرجع وقت راه لا استيوز حكيت الوقت اذا كان انت اذا كان انت مثلا فيش حطنا الوقت صحيح تعمل انت تقول انا لحد العشيه من 5 ل 7 تاع الليل ولا من 3 ل 5 عندكم مسكرين عندكم بوكت كان المشاريع اللي تبي تاعي بدورت ولا ماذا بيك تعمل كونتنت اون ذا جو شو معناها كونتنت اون ذا جو انا شو نعرف البلوجينج إذا كان أنت ما بتجيش تصور في الدار وأنت ماشي وفاتك أنت ماشي البلاصة تحضر الفيلم صور خذ روش خذ سيرين تاع دي فيديو بس قم حطهم شانل مثلا إكزامبل بيدي باي كل عام عاد يمشي لإلك يخرج من بيتها يمشي لإلك خاطر عنده خدمة يصور فيها لا ما ينجمش يصور ما عندوش برودوي باش يصور باش يمنتج واحد يعمل فلوج اللي الفيوز اللي يعملهم كيما الفيوز اللي عمل بقيت يقعد 22 يوم يعمل فلوج والفيوز نتاع لا ما يجي يقعد وقت في كنت ولا يقعد في الزيت يعمل فواحد يعمل فيديو يعمل زوز كل انا سمع شيء مثلا عندي اكزامينات ولا ما يشليه ولا كذا يعمل بيطلع فيديو انا هبطت سمع شيء هكا التكنيك الفلوس بالفلوس شكون فيكم ما عندوش سمارت فون I'm not sure. كيزم اجتماعي صدق حالي انا وقت اللي بديت اول مره نصور سبيك كات نصور ابري فوتو اميجا بيكسل واحد اميجا بيكسل انا كان تيح اميجا بيكسل قعدش جي كومونسي افيك ابري فوتو اميجا بيكسل علاش باش نشوف اسكو سي افيكاس ولا اسكو نصلح على التصوير ولا دوك تري عرفت روحي صايد تلانسيت خذت ابري فوتو اخر بريتش 5 ميجا بكسل كمان بس 5 ميجا بكسل كنت حكيت انتريسونت وقت خديت انا كابر فليكس مرتفع وقمية طريق فوتور فليكس بس كما عارك كمانا او 2006 دو كنتو مطولير ما تنجمش تطلب ماتيريال كبير مش تنصي حاجة انت مش عارف بوتنسيون تاعها بس كل كي عنا اسمارتفون عنا الابري فوتو عنا الايفون عنا الكتور ام بي 5 فوق موسيقى بيه تبدأ بيه جرب بيه
وبعد تقرح صغار بحكيت مشيتها قلت طب نسي في حاجة أقوى. أنا نعمل بودكاستين نستعمل في التليفون هذاك رفيه لومي 1720 مثلا، هذه أستيوس لي زاباري فوتو نوكيا لوميا يسون إكسلون يسون لي ميور كاميرا عطاو هذاك لومي 1720 يصور دوكا استقاه في على الطيارة استقاه بارتي ب 100 دينار 60000 سون سول دي فور كيلو دوس فور دوس فور كريمتي ما نستعمل فيه كوميتو واحدة كاميرا سي عندي ميكرو كسير الميكرو كسير هذاك سي با غون شو خاطر شريت نعطيك حاجة انا عندي اكثر من 24 ميكرو شاريهم عز ميكرو فيهم مش قداش اعطي سمك 10000 5000 فرنك 5000 فرنك لو 100 ميكرو شكون فيكم شي شكون فيكم شي فيلم شي فيلم ني يكون شي شي يقدر في الحفصيه كلش الحفصيه شكون عمر ما يتحدث انا مش الحفصيه بالضبط حكيت فيه انا كل جمعه بريسك نمشي الحفصيه يعطي السلام واسمه الاخر الفقال سوق العصر ساعات ما لسين كان وقت وساعات سورتو طب جرين طلع حكيت معك ذهب عرفته برايسلس على الاخر ده ميكرو الدات زي سكونت ولا لي برايس خاطر كي نتاعو خير من الميكرو البري موديرن نتاع اليوم شايفين خاصنا فرانك ها الى اكسل الى كانت اكسلونت اون بلوس فيشه ويت من متر تبي برونشي على شنو حتى على التليفون تاع التليفون انا هذه التكنيك تصفيه المشترى مش تجمع راه دونك هذه حاجه سيبوزون انت تحب مثلا عندك تحب قاوه وكاميرا واحد كاميرا ريفلكس شكون فيكم عنده مثلا كاميرا بي كاميرا كومباكت كاميرا كومباكت ولا ولا عندك كاميرا نعطيكم الاغلاط تاع يعرفوا يلعب بيت سيبوزون ما عندكش ميكرو جمله شكون فيكم عنده تليفون صغير نعطيو تليفون صغير تليفون صغير معناها 3310 هكا صغير هكذا عادي هكذا 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 خطو مانيتو تصور دي حط التليفون تاعك هكا وخاك بعيدة الصوم تاعك ولا رجلي غلط مش يجي كان قاعد في قابير كنت ولا توصل بالمو التليفون هذا تحطه مانيتو تسجل تحطه في جيبك هنا ديريكتومون تخبيه حداك خرج برا من الكادر وتحطه هنا تسجل به هذا الميكرو تاعك ولا اللي اوسي بويسون كان ميكرو كيما هكا تخي صافي مو تحطه حداك تحكي وبعد بوه ميك نطبع حاجة وصفة سكين بوه ميك تسق الفيديو والصوت أكهو طلع الصوت دي حسب به ذاك رميح الكادراج اللي كان مصور فيديو ديما تنزل كون قابل الضوء مش هكا ملا هي تكره حتى بالكار طعنا اليوم وحطش الكاميرا هنا خط بجي كوتر زوف الضوء راك حط الكاميرا هنا طلع بيه يهبلوني يحب يصور فيديو بالسيف في الليل في الظلمة عليش خطر الوقت هو الضاء باش يصير ليه هذيك حاجه تكون غلطه راه دونك انت حاول تلقى بلاصه الضاويه دونك باش تحط كاميرا قريبه تاخذ كادر صغير تخش كادر كبير بجاء الكادر هذاك اللي عندي في الحلقه هذاك غلط راه هذاك باش نفهم الكل اللي فريم كل كي ركزت الكادر مثلا كادر حد السبيكر هكا هاو حد السبيكر تبدا شوي تبدا اللي كان جرب الثاني والثالث تغلط وتعاود وتلصق تبدا بروبو ميك حتى بسمحني حتى اسمع يسامك يمشي قال لك يمشي لوج على دو بريمير وكراك واحد سيد لا بورت كوا ما تسحقوش مش بروفيسيونيل مش بروفيسيونيل صباح دو بريمير مش بروفيسيونيل صاروا كي كومبليكي اكثر برشا من البزوان تاعك انا استعمل انا من نستعمل في اوتي تخي سامبل سوني فيغاس لا با
اسمه فيديو ميل لا سلاسيون تاعها في ديميغا اللي في لافير في ملتي بيست وفي كلك زيفي اكسبورتي او اتش دي بزون تاعك ابار سا لا نحكي ولا ابار سا ولا انا وليت ان فيديو كات فيديو سو 5 عملها اون لين ما بقى صار يحط الكاسيو هذا هو فيديو مثلا ما نسوي فيديو البروزر سامبل بونجور وفي توت الفونكسيون كل كيف ملتي بيست اوديو ترانزيسيون كل شيء ديجا يعطيك 5 جيجا بار موا ستورج اي اكسلون اوبليج اون بليس السوت دي فون تاعو خليك الوتر مارك تاعو من فوق اي هبط فوالا ثم وتيخ صافي طبعا وتيخ صافي اسمه ستيبل فليكس كيف بلاش من غير الوتر مارك وكيف كيف اللي اكسلون اولين دونك هذه هي السوت دي فون تاعو تاع 50000 دونك كنا على الصور كنا على الفيديو وكنا طبعا على المونتاج به حاجه اخرى باش تستعملها فاصل مو سامحني يا فيديو كيفيه مثلا مونتاج فيديو تستعمل اما الوتي بازيك تاع فيديو كما موفي ميكر ولا تستعمل الوتي اونلاين كما موفي فيديو ولا ستوب فليكس تمشي هكا وتستعمل فيديو تعمل هكا تجيب لي روح تجيب لي فيديو تاعك